حال وأحوال القفة مع ميزانية رمضان وين وصلت الأسعار والأسوام؟ كل عادة تعودتوا بينا مع سوم القفة، اليوم تجيكم من مرشي أكودا. مشاهدة طيبة للجميع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحوال الدجاج اليوم هو تسمى غالي البريود الأخرى برشا، كيفاش عندكم لنا في أكود؟ والله عندنا يعني إشكالية كبيرة في الدجاج، الدجاج ما فماش والأسوام ثاني غالية، زوالي ما عادش ياخذ باش ياخذ دجاج، كيلو دجاج وصلت 4200 كيلو دجاج حي، وعندنا إشكالية كبيرة في الطلب وفي التزويد. كيف كيف؟ طلب ما فماش. يعني مشكلة في التزويد، ما فماش سلعة هكا؟ السلعة جملة. نهار نخدمه وعشرة لا، والإشكالية ثاني زواري تو زواري بشي معناها حتى باش يتك على الدجاج في رمضان، الدجاج غالي أكثر من الحساب، أكثر من الحساب. معناها على كلامك تولي ما فماش إقبال، يعني ما فماش بيع وشري برش؟ ما فماش بيع وشري فرد المرة، فرد المرة ما البيع وشري ما فماش، العباد كلها هارب من السوم غالي الدجاج. هما توا عنا ايامات في رمضان، حتى في الايامات الاولى في النص شيء ما فماش والله شيء. بالنسبه للسومه نتاع الدجاج بصفه خاصه السنه غالي. تعطينا عينه من الاسعار اللي تبيع فيها انت اليوم؟ مثلا عندك الدجاج 4200 دجاج حي، عندك الاسكالوب 11900، عندك الكركاس 2000، عندك الفخذ 6500، كبده 10800، هكاي تقريبا بس كل الاسوام. مشكور ربي عينك. مدام شنو مقلقك اليوم في مرشي أكود؟ الاسوام اليوم اثنين اغلى شوي، غدوه تطلع اقل. وتوا انت الوسخ يقلقني، يعني في مرشي أكود الوسخ هو اللي يقلق برشا. معناها حسب رايك انت حسب برشا برشا برشا. مسؤولية شكون هذه نورمالمون؟ ما نعرف عليها، المراي البلدية ولا منين نعرف عليها؟ مسؤولية شكون؟ كاو؟ وسخ بتاع شكون؟ مو بلدية تنظف. عسلامة ومرحبا بكم. دورتك اليوم في مرشي أكودا شنو شريت منها؟ والله شريت شوية بصل شوية فلفل، اللي لازمني هو البصل والفلفل السكالوب اليوم، موجود كل شيء في الدار. أما نأكد على يخدموا الكل في المرشي بكبيرهم بصغيرهم ينظفونا، راهي ريحة مكرهة دوب ما ندخلوا الباب هذا والباب هذا، ريحة مكرهة برشا، نظافة مش موجود حتى في حاجة، للخضار للدجاج للحويت لحد شيء انظافة. مدام ما هو الخضار والحويت والدجاج يقولك ما هيش مسؤوليتي نورمال، ما فما بلدية وهي اللي تنظف المرشي، انت الدعوة لشكون اليوم توجهها في النظافة؟ البلدي المسؤولين هلا جاونا ان شاء الله مبروكين علينا وان شاء الله رمضانهم مبروك، يلزمهم يقفونا شوية في النظافة، تمشي الأمور لكل مريق بقدرة ربي ان شاء الله تونس لاباس هكا. عايشك مدام، شيء طيبة، شكرا. السلام عليكم. شنو هي احوال الغله في مرشي أكودا اليوم؟ والله كيك لا غالي لا رخيص، كيك شوي شوي متوسطه معني متوسطه صحيح.
النوعيه؟ الله كان ب 4700 ورمضان 4500 يحكي عليه هو تو كيك. اي حتى كيولي ب 1200 المواطن ما عادش لحق عليه. ودي يقول لها رحمه. اعطينا الاسوام اللي عندك اليوم تبيع فيها. خوخ بود بقايه 2200، بصاع 2200، مشماشه 2000، البطيخ 2000، اسوام الغله هذه البنان 4500. وتوا العبيد قاعده تشري؟ اي شوي شوي، اما مش كالعاده، مش كما قبل رمضان السنه مش متحركه ياسر، العباد مش قاعده تاخذ. رغم انه راهو راس الشعب المفروض انه الحركه الاقتصاديه الدولاب نتاعها متحرك شوي. اي ورغم انه راس الشهر راك تشوف، راك تشوف برشي فارق شنو اللي فيه. انت قضيت مسيو قضيتك الكل توا ولا مازلت تعمل في دور؟ انا بطبيعه لانه هو دي من هالاثنين ما هوش فك يعني ما يجيبوش السلعه بكثره او جديده. اليوم نهار اثنين دونك مش ياخذ حوايج تكميليه وبرا، فهمت؟ دونك انا خذيت قضيات فقوس انا ب 14100 عادي من المريض بالسكر باش يعاون روحه بطرف فقوس هكا يتبالك 14100. الخوخ كيما قلت لك شوف حتى الكاليتي بشكل كل يابس ميزان نايم ممكن بالادويه باش تراوه طرف. البصاعة تشوف فيه كقبل هذايا كي ترجع 15 عام التالي هذايا تلوح ما يتباعش. اليوم صبحت الناس تختار فيه ويشرو فيه، فهمت؟ عسلامة. عسلامة، مرحبا بكم. شنو هي الأجواء اليوم في مرشي ياكودا؟ شنو هي الأسوام وأجواء رمضان بالذات؟ والله كالعادة الحمد لله لاباس، شوية سلع غالية شوية لاباس الحمد لله كالعادة. تو أنت اليوم شنو تخدم؟ يعني شنو جبت؟ غلة خضرة شنو جبت؟ عندي شوية غلة جاية في الثنية، نخدم كل شيء خضرة غلة، عندي شوية غلة جاية في الثنية توا. معناها النصبة مازالت فارغة توا؟ مازالت ايه، مازال بكري توا خاطر عندك بيه توا نصف نهار ونص مصاتين تلقى العباد الكل خارجة تقضي، توا مازال بكري توا الناس الكل تلقاهم قايلة بالضبط توا شوية. وشني أحوال الأسوام معاك في الأيامات الأولى متاع رمضان؟ والله في الأيامات الأولى خير من رمضان، خير برشا في رمضان، غليت السلعة برشا زاد برشا برشا غليت سلع. ما فهمتنيش كيفاش خير من الايامات الاولى خير من رمضان؟ معناها تقصد القبل في الافطار خير؟ خير برشا، حتى المواطن للمواطن خير. تو كما نحكيو بطيخ المشماش كان رخيص برشا، حوايج كانت رخيصه، الخضره رخيصه تو غليت. البطاطا كانت 500 700 تلقاها، تو بدات تطلع 900 مش توصل حتى ل 1000، بدات تطلع. افطار خير من رمضان، حتى المعيشه نتاع الانسان الزوال كذا خير برشا. الله المستعان، ربي يعينك. حاجه الله يعينك. الله يسلمك. شنو حوايج النصبه اليوم وشنو جبت لنا باش تبيع؟ هاو عندنا كل خير، عندنا البطيخ، عندنا قرابوش بالطزينه، عندنا النجاله، عندنا الفلفل الاحمر، عندنا البطاطا، عندنا القراع، عندنا اللوبيا حمراء، اللوبيا خضراء، كل شيء موجود. والاسوام كيفاش؟ الاسوام كل حاجه بسومها عاد. في المتناول لا فما بيع وشراء؟ في المتناول مش غالي. عليك انت كبيع مش غالي معناتها؟ الطماطم اليوم غاليه بالنسبه للطماطم، كم الطماطم غاليه كو الاخر كل موجود لاباس. توا نلاحظوا اللي معناها ما فماش بيع وشراء برشا، لقيت هذا والا ديماك
لا ديما كسوق ماشي قبال ياسر ماشي قبال شوي شوي مع طول النهار الواحد يبات على قسم وكول كتبوا له ربي. تعطيني شوية أسوام اللي عندك في النصبة اليوم؟ ماشي زي عنا بقرة بوتوجينة ب15%، عنا نجالة 2500، عنا البطيخ ب2000، عنا الفلفل الضايف انتي الأحمر ب15%، عنا البطاطا ب900، عنا السيريز ب12%. الله يعينك حاج. عسلامة مسيو. عسلامة. نشوفوا فيك تعمل في دورة في المرشي في أكودة، شنو قيت الأسعار مناسبة ليك لميزانية رمضان ولا كيكوبر؟ والله متوسط ماذا مش رخيص ومش غالي ماذا أرخف شوية من قبل من أول رمضان أرخف شوية. مقارنة بالإفطار تتصمم في المتناول؟ في المتناول يعني ماذا الأسواق ما تعدش برشا ماذا بالنسبة ماذا الإفطار. في العادة أنت ديما تقضي ولا مدام مرة أنت مرة؟ مراني مرة هي مراني أنت والوقت. وشكون يتشهى أكثر؟ هاي البنوتة يتشهى أكثر. شيء طيبة بارك الله فيك يا شكرا.